بصورة كبيرة. صحيح. مؤمنين تماماً إن حضرتك في صراع وتنازع أدوار، لازم تمام. لازم حضرتك تدركي هذا. الأطراف الإقليمية والدولية لها مساحة من التواجد. يعني أنت النهاردة بتطلقي دعوة، دعوة أستاذة عزة إيه؟ أن أفريقيا تعود للإيه؟ للإفريقيين. تمام. في مصالح مشتركة وفي توجهات إيجابية من عدد من القادة الأفارقة للأمانة طوال فترة رئاسة مصر، ومرحبين بالترحيب الكبير لمصر، وشايفين مصر تقود ده في هذا التوقيت. مهم جدا إن إحنا نقول ده ارتكانا لعشرات الأمور. يعني في جزء منها الدور التاريخي المصري، وفي جزء منها بطبيعة الحال ان احنا خلال هذا العام والرئاسة دي احنا استحدثنا ادوات كتيرة، ربما في جزء منها ليس فقط على المستوى حضور ومشاركة مؤتمرات او ما الى ذلك. انت بتربطي ربط هيكلي مع افريقيا في مجالات مختلفة ما كناش بنقرب منها، وانا امين مع حضرتك. يعني زي المجال الثقافي، زي المجالات التعليمية، المجالات التنموية والاقتصادية، بتقدمي افضل خلاصات الخبرات المصرية اللي موجودة في الوزارات والقطاعات. فبالتالي افريقيا النهاردة بتشوف حضرتك بتقدمي جديد. مشروع لافريقيا جديد بتشكل في مصر، يبدأ بالثقافة ويمر بكل ما نتحدث في تجارة وتنمية وما الى ذلك. الافارقة في حاجة الى بطبيعة الحال الى دور مصر. احنا النهاردة بنتعامل مع الافارقة استاذة عزة مشاركة لا مغالبة. بالتالي انت بتشاركي معهم في كل الانشطه. الحضور، يعني انت شايفه الحضور الافريقي في مصر بصوره كبيره، في الجامعات، في المعاهد، في المؤسسات التعليميه، حتى في البطوله الافريقيه. انت عندك حضور وتواجد كبير جدا، هم شايفين ده وهيستمر بصوره اخرى. فعوده افريقيا للافارقه مهم جدا، ان انت بتحيي النزعه الافريقيه لدى هذه الدول. الخطوه المهمه هي المصالح المشتركه طبعا. موضوع التجاره زي ما حضرتك اشرتي واتكرمتي، دي بدايه مهمه قوي ان احنا نقول منطقه تجاره حره هي اكبر منطقه تجاره حره في العالم. هنبدا بقى نتكلم في ايه ضروره ان يكون هناك توافر الاجواء والمناخ الملائم لجذب عمليات الاستثمار، ودي مهمه جدا. لازم حضرتك جذب عمليات الاستثمار لافريقيا كلها للدول التي دخلت الاتفاقيه ووقعت عليها، واللي هتلتحق بيها في والعدد هيزيد ان شاء الله تعالى في الفتره المقبله. تمام. العدد هيزيد بناء على ايه؟ يعني توقعات حضرتك، احنا بنتكلم النهارده في انه 27 برلمان، يعني 27 دوله. تمام. التصديق تمام التصديق. للتوقيع اللي اقرت هيصدق بقى اي اقتصاديات لاحقه طوال العام حضرتك اللي هتترأس فيه الدوله التاليه، هيبقى فيه انضمام لعضويات كتير. بتخطر الاتحاد الافريقي بالدخول للاتفاقيه وتبدا الاجراءات الدخول الاوتوماتيكي احنا بنسميها في التصويت. تمام. يعني العدد هو ده وارد ان هو يزيد طبعا. بسهوله جدا، بسهوله، لانه ما فيش معوقات. اغلب كل برلمان في الدول الافريقيه هو خلاص انضم. التصديق النهائي والالتحاق دي بتبقى خطوه، مش عايز اقول اجرائيه، لكن خطوه مكمله للخطوه اللي حضرتك اشرت وتكرمتها. هنا التبادل لتعظيم الاقتصاديات لافريقيا بشكل عام، التبادل هنا بنتكلم على التبادل التجاري، بنتكلم صحيح. على يعني مساله هي ملهاش غير كلمة تبادل.